من هذا؟ هذا مرتي تدعي خلاها تدعي شوي على الطايشه في الكروار باش يجي نديها تدعي كذا الطايشه في الكروار لبيتي عبس عليها ورجع عبس عليها. ولئن كشفت كارثة احتراق رضع داخل مصحة عمومية في وادي سوف حقيقة واقع قطاع الصحة بالولاية فهي ولا شك عينة ليس إلا من مستشفيات عبر الوطن بات داخلها مفقودا وأصبح خارجها مولودا. وفور وقوع الحادث توجه وزير الصحة محمد ميراوي إلى ولاية الوادي للوقوف على خلفيات الحادث. وفي أول تعليق له على الحادثة أكد وزير الصحة محمد ميراوي في تصريح للشروق الإخبارية أكد أنه تم تحفظيا توقيف مدير الصحة لولاية الوادي والفريق المناوب بالمؤسسة الاستشفائية مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه المأساة. على هذه الحادثة ومعرفة أسباب هذه الحادثة من الأليمة كذلك أول يعني إجراءات التي تم اتخاذها وهو توقيف مدير صحة الولاية كذا مدير المؤسسة والفريق المناوب تحفظيا وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات حتى بعد فتح تحقيق وتحديد المسؤوليات حتى نكون طرف مدني في هذه القضية. هذه معطيات أولية اللي يعني تلقيناها يعني من منذ الساعه الرابعه صرت نحن نتابعوا في الوضع. اذا من خلال هذه يعني المعطيات تم اتخاذ هذه القرارات اوليه واجراء اخرى احنا نتخذها بعد نتمم يعني التحقيق الذي هو يعني جاري هنا في هذه الاستراتيجيه لان هذه الفجعه جاءت يعني حقيقه نحن تالمنا كثيرا اولا لهذه الفجعة ونتأسف كثيرا ونقدم تعازينا الخالصة باسم الوزير الأول وباسم الحكومة لكل عائلات لأن هذه يبقوا أبنائنا وهذا غير مقبول. إذا نحن أولا اليوم رانا في ولاية الوادي يعني وقوف على هذه الحادثة ومرافقة كل العائلات وإن شاء الله راح تكون هناك إجراء أخرى. لا هذا هو الهدف هو اعطاء استراتيجيه جديده ومعني دفع جديد لتحسين كل هذه الظروف لاننا الامكانيات متوفره بقى الان وضع خطه واستراتيجيه لتحسين كل هذه على مستوى المؤسسات وهنا تكون هناك سياسه صحيه للتكفل احسن ان شاء الله. باسم الوزير الاول والحكومه اعتقد التعزيه الخالصه لكل العائلات متمنين يعني نترحم على ارواح الضحايا متمنين لهم يعني يكونوا من اهل الجنه ان شاء الله. هذا وكشف المكلف بالإعلام على مستوى المديريات العامة للحماية المدنية نسيم برناوي عن تسجيل 8 وفيات في الحريق الذي شب بالمستشفى ومن بين الوفيات رضع منهم رضيع احترق كاملا إضافة إلى هلاك 5 أطفال جراء الحروق ورضيعين بسبب استنشاق دخان الحريق. ذات المتحدث كشف أيضا عن إنقاذ 15 شخصا من بينهم 11 رضيعا و 4 عاملين على مستوى مصلحة الولاية بالولادة أقول بالمستشفى. طبعا في آخر حفلة لمستجدات الحريق الذي شب بمستشفى أم مطيق عن مستوى ولاية الواد ببلدية الواد صباح اليوم على الساعة 3:52 أين دخلت مصالح الحماية المدنية لإنقاذ الأطفال الرضع وكذلك العاملين وكذلك إخماد الحريق. طبعا عملنا على انقاذ 15 شخص منهم 11 طفل رضيع واربع اخرين عاملين على مستوى المصلحه وللاسف تم تسجيل وفاه 8 اطفال رضع طبعا على مستوى هذه المصلحه منهم 1 محترق كاملا و5 من جراء الحروق وطفلين رضيعين بسبب استنشاق دخان الحريق. لان الحصيلة لحد الان هي 8 اطفال رضع متوفين و15 شخص تم انقاذه اضافه الى العمل على منع انتشار الحريق الى كل اماكن المصلحه والمستشفى بولايه الواد. طبعا اسباب الحريق لحد الان يعني غامضه جدا وهناك فرق خاصه مختصه في هذا المجال لرفع ملابسات واسباب هذه الحريق. ممكن تكون شرارة كهربائية ممكن تكون أمور أخرى ممكن يكون تصرف
أي الحماية المدنية ليس لها ومخول لها أو تقوم بهذه بالتالي التحقيقات. هناك مصالح أمنية ومصالح مكتسبة لرفع التحقيقات وبداية التحقيق ورفع ملابسات هذا الحال. ولتسليط الضوء على هذه القضية المأساوية يحضر معنا في استوديو شروق الإخبارية الأمين العام للنقابة الجزائرية للشبه الطبية سيد الوناس غاشي. مساء الخير. كما معنا عبر الهاتف مراسلنا من ولاية الوادي ياسين بوغزالة، أهلا بك. وسيكون معنا بعد قليل النائب البرلماني عن ولاية وادي سوف سيد يحيى بنينة. نبدأ معك مراسلنا من وادي سوف ياسين بوغزالة، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. يوم حزين ومتعب بالتاكيد، ضعنا في صوره اخر مستجدات الحادثه. نعم، هو يوم متعب حقيقه ويوم فظيع جدا لولايه الوادي والجزائر كلها بهذه الفاجعه الاليمه التي اهتز اليها العالم كله. طبعا المستجدات الاخيره هدوء نسبي من المواطنين الذين كانوا متجمعون امام المستشفى الذين محتجين على هذه الفاجعة وعلى هذا التقصير الكبير جراء الفلذات في أكبادهم. للأسف في المساء عند لقاء وزير الصحة مع أهالي الضحايا وكذا مع مجموعة من المجتمع المدني هدأت الأمور نسبيا، الأمور هدأت نسبيا هنا ولم يعد متجمعون أمام المستشفى، لكن أنهم يبقوا يصروا أن تكون يجب أن تكون هناك محاسبة قاسية لكل من قصر أو تسبب في هذه الحادثة الأليمة. وأيضا عائلة الضحايا فيها ربما حالة، ربما عائلة ربما لجأت إلى الزرع بأموال باهظة وللأسف ابنها توفى محروقا. وتوعد وزير الصحة بأن تتكفل عفوا الدولة بهذه المصاريف وزرع مرة أخرى. نعم، مراسلنا من وادي سوف ياسين بوغزالة، شكرا جزيلا لك. نعود إلى البلاتو مشاهدينا. معنا الأمين العام كما قلت للنقابة الجزائرية للشبه الطبية سيد الوناس غاشي. استيقظنا اليوم على وقع كارثة إنسانية إثر وفاة 8 رضع بمستشفى الأمومة والطفولة بالوادي، تعليقكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نعزي أول عائلات الرضع اللي توفوا في هذه ونطلبوا لهم الصبر. واحنا اليوم هادي نتاسفوا عليها اللي صارت في المستشفى تاع الواد هذا تاع ام الطفوله. مي ولكن احنا دوك نشوفوا وراء المسؤوليه، دوك لازم نتكلموا وراء المسؤوليه. هذا شكون المسؤول الاول لهذا الحريق هذا اللي وصل اليوم في هذا المستشفى؟ دوك شكون هو المسؤول؟ دوك احنا نقولوا مدير الصحه، نقولوا مدير المؤسسه، نقولوا وزير الصحه، شكون؟ نعم سيدي. نعم سيدي، قبل عام شهد نفس المستشفى نفس الحادثه ولم تخلف خسائر، اليوم الحصيله ثقيله جدا. من المسؤول الأول عن الحادثة بعيدا عن الشرارة الكهربائية؟ احنا نتأسفوا اليوم حتى كي تكون هكذا يكون ضحايا باش نتكلموا كاملة. وهي كانت السنة اللي فاتت كانت حريق وما رايش في الوادة، صارت هنا في العاصمة في مستشفى بارني، صارت في مؤسسات استشفائية، كاين بزاف اللي ما تكلموش عليهم بس ما كانوش ضحايا. مي ولكن مقتنب بقاو بهاد الطريقة اللي أنا نمشوا بها اليوم. احنا انا طلبت الوزير الصحه المره اللي فاتت المفتش العام وتكلمت على الواد، ما عندهاش اسبوع تكلمت على المشاكل تاع الواد وتكلم مع مدير الصحه، قالوا كيفاش المشاكل؟ قال مانيش عارف المشاكل هذو. دوك نشوف دوك هنا في اسبوع برك هي صارت فضيحه في الواد. دوك احنا اليوم صحوا كان النقابه دوك اللي تتكلم ولا تاخذ بعين الاعتبار واش نتكلموا احنا اليوم؟ طبعا رانا بصح ولا ما تاخذش بعين الاعتبار حتى فضيحه ومن بعد تولي تحل مشكله وتولي تقابل في العائلات وتولي له. دوك هنا نتسالوا احنا دوك شكون مسؤول؟ دوك اليوم انا كنا عارفين كي راح الوزير راح يوقف المدير المؤسسه والمدير الصحه، هذا كنا عارفينها من الاول. نعم، معنا سيدي يلتحق بنا عبر المباشر النائب البرلماني عن ولايه الوادي السيد يحيى بنين. مساء الخير سيدي. مساء الخير استاذه، مساء الخير. كنائب عن ولاية الوادي، كيف تتابعون تطورات هذه الكارثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم أستاذة على إتاحة هذه الفرصة. في البداية نتقدم بالتعازي الخالصة لإخواننا المصابين الآباء وأمهات في
هذا المصاب بالجلل وفي هذه الفاجعة الكبرى. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الخلف وأن يعوضهم خيرا مما فقدوا، وأن يبعد عنهم الأحزان، وأن يبعد عنهم الأوكاس، وأن يعطيهم يعني حياة هنيئة إن شاء الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة دعني أن نتكلم أن ما وقع اليوم هو مقبول في الأشكال. تقدم السيد وزير الصحة وأنهى مهام عديد المسؤولين وتم توقيف عديد الموظفين، ولكن في الحقيقة هذا إجراء للتهدئة فقط. نحن منذ 7 سنوات كنائب في المجلس الشعبي الوطني تكلمنا عن الوضعية الكارثية لقطاع الصحة، تكلمنا عن الإهمال، تكلمنا عن يعني المؤسسة الاستشفائية للولادة يعني غير وظيفية، فيها اكتظاظ كبير، فيها إهمال في النظافة، فيها إهمال في التجهيزات، فيها إهمال في التسيير البشري. احتج المواطنون كثيرا، تكلم كل النواب، تكلم المنتخبون، تكلم الجميع، تكلمت الساكنة بأكملها أن ثمة نقائص وأن ثمة اختلالات وأن ثمة ضروريات، ولكن قد تسمع إن ناديت حية ولكن لا حياة لمن تنادي. الولاة المتعاقبين، مدراء الصحة المتعاقبين، الوزراء المتعاقبين، نحن اليوم لا شماتة، لا شماتة، وقد يكون الذي عزل ضحية، وقد يكون الذي عوقب من كموظف ضحية، ولكن الخاسر الأكبر هو المواطن وهو الذي تضرر اليوم. نحن بحاجة ماسة أختي الكريمة إلى منظومة صحية من التشريع في النص وفي القانون إلى التسيير بالموارد المادية والبشرية والتقنية. ستظل الحكومة كحماية مدنية تطفي الحرائق من هنا وهناك، من الجزائر العاصمة إلى أقصى الجنوب، إلى أقصى الشرق، إلى أقصى الغرب. ستظل هذه السياسة سياسة ترقيع ما لم نوضع النص التشريعي والنص القانوني والإمكانات، ما لم تكن هنالك ضمائر حية، ما لم تكن هنالك ضمائر حية. المؤسسة الاستشفائية تشتعل ليلا ولا حياة لمن تنادي. الضحايا 8، الضحايا 5 في حالة حرجة، كثير من العائلات أصيبت بالرعب والهلع. الآن هنالك وقفة احتجاجية للنساء أمام المؤسسة، صباحا وقفة احتجاجية أمام الولاية وأمام المؤسسة الاستشفائية. نحن كالنواب وأنا كنائب الدين الذي علينا، اللهم فاشهد أننا قد بلغنا 7 أسئلة كتابية للوزير، 3 لجان تحقيق، عديد المداخلات الكتابية مع السادة الولاة ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، مع الجميع. الدين الذي علينا في التشريع، الدين الذي علينا في المداخلات، الدين الذي علينا في الوقوف مع إخواننا المرضى، ولكن هذا هو جهد المقل. تبقى عندنا مسؤولية أن ننقل بتقرير مفصل هذه الفاجعة إلى السيد الولي الذي عينها اليوم وإلى البرلمان الجزائري رئيسا وأعضاء. نبقى نواصل، وأملي أن توفد للتحقيق برلمانية للفصل في الموضوع مع التحقيق القضائي الذي تم اليوم عن طريق النائب العام وعن طريق الضبطية القضائية وعن طريق الشرطة العلمية. كل ذلك لنقف ولنقف على الخلل المادي والخلل البشري في الموضوع، لنعطي لكل ذي حق حقه، لنسترجع عزة الجزائر، لنسترجع كرامة الجزائر، لنسترجع مفهوم العمومية المدنية. مستشفياتنا على مستوى التراب الوطني وليس على مستوى ولاية الواد، مستشفيات يرسل